عن محلات الحوار بس. اتعرف بيك؟ نسرة عبد. طب احنا طلبة تانية صيدلة جنرال، عايزين بس نسألك الحاجات في الكيميكال وكده، ممكن؟ كنت علمي ولا أدبي؟ كنت علمي لو. كنت حب كيمياء ولا لا؟ بحبها. هل الصيدلة بيفيدك في حياتك؟ لا. ليه كده؟ بشوفكم بياعين كده؟ صريحة وضيحة كده جريحة؟ احنا بياعين؟ طب يعني يرضيك بعد 5 سنين صيدلة وتعب وريبورتس وبرزنتيشن تقول انا بياعين؟ عادي، ما انا 4 سنين في الكليه واتمرمط وبنزلش وبشيل. ومالك بتقوليها بفخر قوي كده؟ بقولك يعني ابسط مثال ممكن اقول لك عشان يفهموك ان الصيادله بيفهموا مش بس بياعين. ان الجل، انت تعرف الجل بيتكون من ايه او بتستخدمه اصلا؟ لا انا معرفش بيتكون من ايه بس انا بستخدمه. طيب الجل انت تعرف ان هو المواد بتاعته ان هو فيه ماده اسمها كربابول، دي ماده بودر وبتدوب في الميه، وكمان في ماده بتثبت الجل في الشعر اللي اسمها بوليفينايل بايرولودون. دي جاية من بوليمر اسمه ان فينايل بايرولودون. عرفت ان احنا بنفهم مش بس بياعين؟ كل ده في الجنيه؟ يا سبحان الله، بس الجنيه بيعمل كتير عشان تعرف احنا بنفهم مش بس بنهبل. طب ايه تاني غير دي؟ انت عارف البرفيوم ده بيتكون من ايه؟ لا والله ما عارف. طب لما انت ما تعرفش هيبقى ابن بياعين ليه؟ عشان انت فعلا بياعين؟ لا احنا بنعرف اصلا المواد اللي بنستخدمها، انت في ناس كتير ما تعرفهاش. يعني مثلا البرفيوم انت ما تعرفش دواه، بيتكون من الكحول وفي مواد تاني. ادي كده قدرنا بنستفاد اهو. طيب ماشي كده، يعني انا قلت لك مثلا انا عندي صداع، تعرف تديني برشام؟ يا جراك يا لوي، احنا عمرنا سالنا الاسئله دي، استغفر الله العظيم. طيب بغض النظر احنا بياعين وبنهبل، واديتك امثله ان احنا بنفهم في المواد اللي بنستخدمها، بنستخدمها كده وخلاص. تحب تقول العضويه او الكيمياء عامه؟ بص، هي الكيمياء ما نقدرش نستغنى عنها، يعني بص هي داخله في كل حاجه، يعني حتى مثلا العربيه اللي احنا واقفين وراها دي فيها كيمياء، المايك اللي انت ماسكاه وحطاه ودخلتيه جوه بوكي ده كيمياء. يعني كل حاجه، الاكل احنا بناكله، الملابس، كل حاجه فيها كيمياء، فما نقدرش نستغنى عنها، فدي مهمه وضروريه جدا في حياتنا. انت عارف العربيه فيها ايه كيمياء؟ لا والله، بس هي فيها بنزين كده. هي ده بالظبط، الكيمياء دي هي البنزين. طب في النهايه تحب نشكر خالص تعبناك معايا، شكرا. الف سلامه. سلامه يا حبيبي. سلامه يا معلم. ابو تقل دم امك، ما احبوش الواد ده. انت بتعرف نلعب عن حبه ولا المجموعه اللي باقي؟ بكره اكتر مادة بكرهها اصلا في ثانوية عامة كانت الكيمياء. طب مراقبة بكره ولا يعني الحمد لله قضاء وقدر ونصيب، يعني محدش بيروح بعيد عن نصيبه. يا الحمد لله. طب ايه حاولتي حاسس لك بالمعمل؟ كتير هدومك ولعت يا شباب. لا الفوت اسف، اعدادي الفوت ولعت ومرة انا عليها البلاستيكة بتاعتي ضاعت، التليفون ضاع. طب ازاي؟ لا بعمل ربي يعود عليك. طيب بما اني درست عضويه، غيرت حياتك ولا عادي؟ لا اكيد الاورجانيك مهم في حياتنا، الاكل بتاعنا فيه اورجانيك. احنا لو ما عندناش المركبات دي بتتفاعل مع بعض ازاي ممكن ندمر الدنيا؟ يعني المركب بيأثر على الثاني، لو انت عيانه ممكن اصلا لو انت ما تعرفيش الماده اللي انت عملتيها دي مكونه من ايه، وهل المركبات دي بتأثر على السكن مثلا بتاعتك ولا لا، ممكن تبهدل الجلد بتاعي مش ناقصين كده عندي في الكارت جنب امك. احب اقول لهم شكرا على حكايه الصراحه، يعني اول مره اقفل امتحان عملي بسبب بتاع الجديد ده، النظام الجديد بتاع كل سيكشن. بغض النظر انا لسه مش ماي دخل الاسبوع اللي فات بس زي بعض الحمد لله. درجاتنا حلوت، بقينا مش بنخاف، يعني معانا درجات كويسه ندخل بيها الفاينل، فعلشان احنا مطمنين شويه. يعني شكرا دكتور ابو بكر. السلام عليكم. طب هسألك شوية أسئلة كده عن الكلية. ماشي تمام. دخلت على الحب ولا مجموعة كده رماكي؟ أكيد المجموعة اللي رماكي. طب حبيتيها ولا راضي بالواقع؟ يعني في أمل شوية. طب درستي عضوية طبعا، يعني أثرت في حياتك أو غيرت فيها ولا عادي؟ درستيها زي ما درستهاش؟ والله عادي لحد الآن، ما أثرش في حياتي خالص. شوية توتر أعصابي يعني، بس يعني ماشي. طب ايه الحوادث في المعمل؟ كل اللي حصل حوادث، يعني انت ممكن اتحرقت كده؟ لا انا الحمد لله ما حصلش. طب تمتحني عضويه ولا تموتي؟ اختاري ايه؟ انا عايزه امتحن عضويه. حسيتيها خلاص خلاص كلكم التفاؤل ملأ قلوبكم وحبيتوا الدنيا قوي. صباح الخير، احنا طلبة تانية صيدلة، عايزين بس نشوف مستوى اسمها الدراسة وكده. ماشي معاك، اتفضلي. انت عارف اسمها ملاك رابعة.
طب دخلت جامعة الحب ولا مجموعة درامات؟ لا مجموعة أكيد طبعا، حد يجي من مجموعة في الجامعة. وحضرتك؟ لا أنا داخل عن حب. ليك وحشة حق؟ طيب بعد الدراسة العضوية غير في حياتكم ولا عايز دفتوها زي ما درستهاش؟ ما أنا كنت بذاكر أي كلام، ربع المادة بدخل اختياري بس هو اللي أعرف أحله، أزيد من كده ما كنتش حاجة من الرياضية الحمد لله. الحمد لله. بس هي كانت أحسن من الطبية، زي ما بيقول إيه ما تعرفش قيمة أمك غير ما تشوف حماتك. طب يا صبر صبر، إيه يا إيه إيه يا كابتن بكري؟ كان معكم من أهدى مكان في العالم نادي سيف الدين من قناة الحياة العظمى.